خليك وش كي دوي فوق ما مصبيها مر بخطرة شفناها. واش الخوت اي واحد خدام في مجال الموسيقى او الاوديو مثلا بودكاست ريمونتال القرآن اي حاجة، المهم هاد الابليكاسيون هادي كتخول لك بانك تحط الاوديو ديالك تما وكتخلص بعض كريبتو كورنسي الكوين ديالها سميتها اوديو. اوديو دابا هادا طالع انت رايزين شي حاجة ناضية الخوت وما تفلتوهاش، خدمو غير بروفيسيونيل ما تحطوش العشوائية تما. فو الابليكاسيون سميتها اوديوس ميوزيك، ابليكاسيون عادية غير هي باش تشغلها وتخدمها مزيان خاصك تخدم في الديسكتوب يعني في بيسي ديالك، تفتح البروسر ديالك دير audius.co كيما غادي يعطيكم هنا. المهم انتما كتشوفوا الناس بروفيسيونيل حاطين فيها، يعني ماشي لعب ديال الدراري الصغار. هنا تدخل مثلا تسجل دير البروفيل ديالك فهمتيني، اديت بروفيل تخدم البروفيل ديالك هادي ودير ابلود تراك فهمتيني، ابلود تراك هنا في البروسر اما في التليفون لا. انا قالك دخل audius.co هاي مكتوبه audios.co وحط التراك ديالك دير اون اونجستغا عادي. المهم الخوت ممكن تجيبها من بلاي ستور، انا كتبو مثلا audios هاي audios music هاي شي كي مكتوبه audios music تانستاليها عادي. ولكن واحد الحاجه بغيت نوري لكم شي حاجه مهمه بزاف، مثلا الكوين ديالها اللي كتخلص بها سميتها اوديو ياك، كتسميتها اوديو. نكتبو اوديو اوديو شوفوا فين طالعه دابا 3.006 وكان طالعه حتى 3.06 يعني شي حاجه ناضيه بلان ناضي. اوديوس جات تاخذ الكيكا ديال ستريمين بلاتفورم، ولكن هي باش زوين اول حاجه باش تحط فيها بلا فلوس، ولكن شنو كتربح؟ ما كتربحش فلوس، ولكن كتربح فلوس ديال المستقبل. والكوين سميتها اوديو، هي الناس اللي مهتمين بالكريبتو هي فوق سولانا بلوك تشين، كانت فوق الايثيريوم ولكن دابا بدلوها. ثاني حاجه هي دايره واحد الكو مع تيك توك، يعني خدامه مع تيك توك، مهم انفستيسمون داكشي. ثالث حاجه اللي هي مهمه بزاف، ماشي غير اللي كيحط الميوزيك كيربح، حتى اللي كيسمع. والسلام عليكم.